والحكاية هنا رياضية رومانسية بطولية كده، فيها كثير من القصص والأطراف. احنا معانا اتنين أبطال، هما الاتنين كانوا أبطال حتى قبل ما يتقابلوا. معانا نوران البنت الذهبية اللي بتكسر كل الحواجز، المصنفة الأولى عالميا في الاسكواش، ومعانا زياد السيسي نجم منتخب سلاح السيف اللي ونجم أفريقيا والحاصل على ذهبية البحر المتوسط، يعني ألقاب كتيرة جدا. إزاي السيف اتقابل مع الاسكواش؟ أو يعني سلاح إزاي لعبتين مختلفتين كده اتقابلوا مع بعض، وإزاي اتجوزوا، وإزاي حبوا بعض، وإزاي هما لسه أبطال؟ ده اللي هنحاول نعرفه في أول لقاء لهما معا، نوران جوهر وزياد السيسي. أهلا بيكو. أهلا وسهلا. سلاح السيف ولا اسمه إيه؟ سلاح السيف. سلاح السيف مظبوط. أنا مظبوط. إزيكو؟ الحمد لله. يعني بقالنا قد إيه متجوزين يا نوران؟ أقل من سنة. ما إحنا قلنا الاختبار عنده. الاختبار عنده. بص بقى، أنت الامتحان عندك. التواريخ كلها عندي. أنت التواريخ عندك. اتجوزتوا إمتى يا زياد؟ نوفمبر 12 2021. فتمام. صح. تمام. لا تمام. اتخطبتوا امتى يا زياد؟ لا لا، اتخطبتوا امتى يا زياد؟ قبل الفرح. لا بجد؟ لا بجد. سنة تقريبا قبل الفرح. سنة قبل نوفمبر. اتصاحبتوا امتى يا زياد؟ حبيتوا بعض؟ سنة قبل الخطوبة. احنا مشينا سنة. أول يوم عرفتها امتى يا زياد؟ أول يوم شفتها امتى يا زياد؟ أنا مش عارفة الإجابة. من زمان. طب كده نجح في الامتحان يا نوران؟ لا لا تمام. لا عدى يعني؟ لا. احكوا لي بقى الحكاية، قبل ما نخش في الرياضة، قبل ما نخش في كل حاجة، أنتوا كل واحد فيكم كان قصة رياضية ماشية شغالة لوحدها. نبتدي بقى بالحكاية الجواز وعرفنا بعض وحبينا بعض والكلام ده كله امتى؟ لا مورد. انا عايزه اقول حاجه تضحك قوي، ان زياد وهو صغير كان بيلعب سكواش اصلا، بس هو ما كملش سكواش يعني. جرب. وانا مدرب الفيتنس بتاعي مدرب سلاح وشيش وكده، دكتور مدحت، وكان بيقنعها تلعب سلاح. وكان بيقنعني العب سلاح، وهو يعني مامته كان نفسها ان هو يلعب سكواش، فولا انا رحت للسلاح ولا هو راح للسكواش. القدر. القدر. بس على الاقل ده معناه انك انت بتفهمي في اللعبه وهو بيفهم في اللعبه. لا بس انا كنت بتفرج على شيش اكتر. هم في السلاح في ثلاث انواع. أيوة. ويبنز. فانا كنت مدرب الفيتنس بتاعي دكتور مدحت شيش، فانا كنت بتفرج على شيش، وكان الضحك ان انا اول مره احضر بطوله مع زياد، كانت بطوله جمهوريه يعني في هنا في مصر في استاد القاهره او حاجه، ومرة واحدة دخلت لقيت الصالة كلها زعيق وبيشجعوا بعض جامد قوي، والتامبو سريع قوي يعني. السيف الموضوع سريع جدا عن الشيش يعني، ما فيش مقارنة. فانا بقول له ايه يا زياد ده، انا يعني انا اتفرجت على السلاح قبل كده، بس اللي انا شفته ده اول مرة اشوفه. هو سلاح السيف يعتبر اسرع نوع من انواع الاسلحة. هم ثلاث اسلحة. بس سلاح السيف اللي انا بلعبه يعتبر اسرع واحد في ثلاثة يعني، رياكشن وكل حاجة سريعة قوي قوي قوي. انتوا الاثنين مهندسين. بس انت خريجه انا كونستراكشن اي يو سي، الجامعه الامريكيه. في القاهره. ميكانيكال انجينيرنج وين ستيت امريكا. فما عرفتوش بعض من الجامعه. لا لا، بس انتوا الاثنين مهندسين. احكي لي بقى. انت بقى احكي لي يا زياد، عرفتها ازاي؟ يعني ماذا اللي قرب القلعه جنب البحر؟ يعني ايه اللي جمع الشيش وسلاح السيف والاسكواش؟ احنا كنا نعرف بعض من زمان. وي هاف ا لوت اوف كومن فريندز، عندنا اصدقاء كتير مشتركه. كنا نعرف بعض على طول يعني عن سوشيال ميديا يعني، بنكلم بعض وكده، بس ما كناش يعني فيري كلوز. بعد كده وقت الكورونا بقى، كان في فتره كانت هي اوف سيزون يعني، كنا كلنا قاعدين في البيت، فكنا جالنا تشانس ان احنا نكلم بعض اكتر يعني ونعرف بعض اكتر، وابتدينا بعد كده نخرج، وبعد كده ابتدت العمليه من هنا. امتى قال لك بحبك؟ فاكره. لا هو اصلا نزل مصر، وما كنتش عارف ان هو نزل مصر. هو كان قاعد في امريكا. كنت قاعد في امريكا. حبست في كورونا. اتحبست في امريكا يعني، كل واحد حبس في كورونا يعني، كلمنا شويه، وبعدين هو اضطر يسافر على امريكا عشان يعني كان لازم يسافر، وانا كنت في مصر، بس كنا ستيل يعني بنتكلم. ولما قرر ان هو هينزل ويقابل بابايا من غير ما يقول لي يعني، على طول كده. بس احنا كنا عارفين بعض قبليها وكنا بنتكلم. بس يعني هو تدبير ربنا يعني، اللي هو احنا
يعني كان في زي كليك كده قبل ما اسافر. ايوه ايوه كلمني بعد الكليك ده. كلمني كده ونعشني، قول لي اخبار الكليك ده. يعني قبل ما اسافر كنا يعني عرفنا بعض انت بقى التواريخ لا انا نفسي مش فاكر. قبل الكورونا قبل الكورونا يعني كان قبل الكورونا بالظبط، يعني كانت تقريبا يعني رحلتي لامريكا كانت اخر رحله، كان كانت تقريبا اخر رحله قبل ما الطيران يقفل. فكنت افكر بقى الحق ارجع مصر تاني، بس ما كانش في رحلات تاني، بس فقلت خلاص بقى نتكلم مع بعض بقى فيس تايم بقى، كان السبونسر بتاعنا. ايوه امتى بقى حصل الكليك ده؟ قبل الكورونا يعني، اديني تفاصيل. اللي هو يعني بنتكلم عادي، بتتكلموا مع بعض عن انت بتتكلمي سكواش وكده، لما بيجي بنخرج بالظبط كده بالظبط. وبعدين احنا يعني من بره الناس بتحس ان احنا شخصياتنا مختلفه شويه، يعني زياد اللي هو لو يحب كده يبقى في ناس وزحمه وهيصه، انا شويه اهدى او يعني ما باخدش على الناس بسرعه قوي. بس بقى لما يعني من جوه احنا الاثنين شبه بعض قوي، يعني شبه بعض في ايه ومختلفين؟ يعني قلتي لي مختلفين عن بعض في انه هو اجتماعي اكتر منك. يعني من بره يبان ان احنا مختلفين like completely different. يعني بس لا يعني when we know each other يعني اللي هو لا احنا عندنا حاجات كتير common. يعني زي مثلا احنا الاثنين منظمين، عندنا يعني بنحب يبقى عندنا dates ونظام. بتختلف من حاجات في الديتس، هي احسن مني، بس مثلا في حاجات صغيره ديتيل صغيره مثلا في البيت انا ممكن اكون دقيق اكتر. زي يعني مثلا ما بحبش او سي دي مثلا. ايوه قولي لي كده. او سي دي مثلا. او سي دي عشان نشرح للناس. يعني كويس ان هم ما امشي عادل مثلا الحاجات اللي يعني لو لقى كرسي معوج يعدله. انا كده شويه. لا تابلوهات ممكن نقعد 3 ايام بنعلقها. انا بتخانق يعني التابلوهات دي كانت خناقه واحنا بنعلقها، دي كانت مشكله عندنا في البيت. بقول لها انت مش مهندسه يعني لازم نقيس هي بتقولي لا ما هي مظبوطه. قلت لها مش مظبوطه، لازم نميجر ونتاكد ان كل حاجه تمام. امتى حسيتي ان انت بتحبي؟ ما اعرفش احنا الاثنين يعني كنا لا انت امتى انت مش انا مش احنا الاثنين. ايوه اهو سالك المره دي بقى. يعني ما يعني زي ما حسيت ان احنا الاثنين متفاهمين قوي، ان هو احنا الاثنين بنفكر بنفس الطريقه. ايه اللي حبيتيه في زياد؟ وريه كده يعني عشان دوري جاي انا. جاي جاي الرياضه جايه بس يعني دوره جاي. هو شخص عنده يعني يعني انا بحس ان هو طموح قوي، ولما بيبقى عنده هدف في حياته بيبقى عايز يحققه. انا الحاجات دي بحبها يعني، ف احنا شبه بعض في الحاجات دي، اللي هو احنا لو يعني احنا بنبقى عايزين على طول نبقى ناجحين في حياتنا، whether sports دراسة. يعني هو كان يعني متخرج GPA 3.5 مثلا. وانا كنت high honors برضو، فبنحب اي حاجة نخش 3.5 و high honors ده يا جماعة درجات عالية زي امتياز مثلا في الجامعة او اعلى الدرجة من اعلى الدرجات. انا كنت 4.0 يعني بس ما علينا. لا يعني لو في الرياضة نحب نبقى أحسن حاجة، في بنحب على طول نعمل اللي علينا ونوصل لأهدافنا. يعني شخص مش تافه يعني. بتحسي إن الجيل الجديد بقى ده كتير منه؟ يعني شوية للأسف. يعني لما شوف فعلا لما شفته حسيته إنه شخص مختلف يعني. أنت إيه اللي حبيته فيها؟ دي جاية تاخد اعترافه. ما عجبني اللي هي she has her own bubble، يعني she's always in her own bubble. ملهاش دعوة بالعربي يعني على طول قاعدة مع نفسها هادية، يبان انها هادية ومركزة جدا، برضو مش تافهة يعني مش تافهة ومركزة جدا focused على اللي هي عايزاه في حياتها. ملهاش دعوة بالدنيا بره عاملة ايه. يعني هي مثلا بالنسبة لي انا في مصر محدش بيبدأ يومه بيخلص الساعة 10 ولا 11 الصبح. نوران بتبدأ من 6 الصبح، بتخلص تمارينها وبترجع وبتفطر وبترجع تنام والناس بتصحى بتبتدي تبدا. فانا دي كانت بالنسبه لي اول مره يعني اعرف لحد، وانا في مجال الرياضه من زمان واعرف صحاب كتير في الرياضه، عمري ما شفت حد بيبدا ولوحده. يعني هي برضو يعني احنا عندنا نظام برضو منتخبات، يعني بيبقى عندنا معسكرات منتخب وكده اكتر. هم دي مور بروفيشنالز، هم يعني بيبقى عندهم تمارين هم بيظبطوا، هي بتظبط تمارينها لوحدها بالاسبوع، بتبقى عندها الجدول بتبدا يعني يوم قبل يوم الجمعه بتكون مظبطه جدول الاسبوع كله بالفتنس بالتمارين سكواش، هتلعب مين لو هتلعب جيمز مع حد. فانا كان بالنسبه لي كل ده
اود قوي اللي انا اشوفه يعني في حد في مصر يعني غريب. ما عمري شفت حد كده يعني اللي عندنا ما شفتش حد. ما انت كنت عايش في امريكا فاكيد. ما هو ده بقى الفكره اللي هو انا حسيت هي عامله ميكس ما بين الاثنين. انا طول عمري عايز اتجوز حد من مصر يعني واحده مصريه. فهي كانت عامله ميكس من الاثنين اللي هو انا يعني عجبني جدا فلقيت المزيج بالظبط الصحيح اللي هو بالزبط. هي في كثير من السلوكيات زي بره بالزبط. بانضباط الوقت وكذا بالزبط. وكذا ولكن هي بنت مصريه وبتهزر وكل حاجه وهي بتهزر لما ما بتهزرش مع اي حد يعني صعب جدا تاخد على حد بسهوله بس لو بتحب حد قوي بتبقى شخصيه لذيذه جدا وبتهزر وبتتكلم كتير جدا وممكن اقول لها كفايه يعني ممكن يعني كفايه خلاص عرفتوا بعض كابطال يعني يعني هل اللي قرب بينكم الشخصيه ولا الرياضه ان مثلا هي بطله العالم يعني هي بطله العالم ممكن تروح وتيجي بس تفضل هي المصنفه الاولى عالميا وهو برضو نجم في مجاله وبطل افريقيا ويعني اول واحد ياخد ميداليه ذهبيه وكذا 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 هل اللي جذب انتباه كل واحد فيكم في التاني برضو انه بطل بارت منها اكيد جزء منها اكيد اللي بس هي راجعه للشخصيه بالظبط كده لان بتبين حاجات كتير بتبين الشخص ده ازاي هو بيحارب جدا عشان يوصل وازاي اللي هو عنده طموح كبير و يعني عنده ديفرنت اتيتيود يعني وطريقته مختلفه فدي حاجه بجد مختلفه يعني ما تلاقيش حتى سلوك البطل او اي حد بيلعب رياضه مثلا على مستوى عالي زي حد مثلا ما بيلعبش رياضه او اي حد مثلا ازاي ايه اللي فارق في سلوك البطل طريقته بتبقى مختلفه إزاي؟ يعني طريقته حتى مش اي حاجه مثلا مثلا ما تلاقيش مثلا قاعد مع اصحابه مثلا والساعه 10 بالليل انا همشي عشان هانت مين بقى مثلا بكره بدري الصبح حياتك بتبقى بتدور حوالين الرياضه يعني بالزبط. حياتك بتبقى بتدور فده قرب بينكم ايضا لانه ان احنا واحنا بنتكلم في لغه مشتركه يعني ان هو فاهم يعني مثلا فور اكزامبل لو انت راجعه تعبانه ومتضايقه جدا ان انت ما اتمرنتيش كويس مش اي حد هيفهم يعني لو حد مش بيلعب رياضه قوي ايوه هي مالها يعني مكبره الموضوع ليه يعني الموضوع بسيط وكده لا هو بيبقى فاهم قد ايه الموضوع يعني كبير وقد ايه هو مهم قبل البطولات قبل البطولات قبل البطولات مثلا هي فاهمه ايه بالظبط ان انا ممكن اكون مش احسن مود بحاول افوكس فممكن ما نتكلمش كتير فهمت متفاهمه الكلام ده مش اي حد برضو هيتفاهم الكلام ده وازاي هي بتشجعني وازاي هي مثلا يعني بتعمل حاجات كتير مثلا من حاجات كتير حاجه من الحاجات اللي يعني كانت سبب اللي انا برضو يعني حبيتها اللي مسك مره عندي بطوله جمهوريه ولقيتها بتكلمني فرديت عليها فقالت لي انا واقفه تحت الاوتيل تحت فنزلت تحت الاوتيل كان لسه قبل البطوله كان يوم كان الصبح يعني كان لعب بالليل ولقيتها جايبه لي ميل وجايبه لي بروتين بار وحاجات اللعب ومش عارفه فهي فاهمه مش اي حد هيعمل كده ففعلا انبسطت جدا حسيت ان حد بيكمل مسيره مامتي يعني اللي هو محافظ بيخلي باله مني عشان اكمل وكده فدي كانت حاجه حلوه يعني بيعمل معاكي كده برضو قبل البطولة؟ لا أكتر بكتير والله يعني حاجات كتير جدا يعني احنا دلوقتي عايشين في أمريكا أكتر ف يعني هو اتأكد قبل ما سافر ان انا يعني خدنا بيت قريب من تمريني يعني انا بسوق مثلا ربع ساعة بس هو بيسوق ساعة ونص لشغله مثلا عشان بس يتأكد ان انا في انفايرمنت مريح وان انا تمريني قريب وال يعني بتاع العلاج الطبيعي قريب وكل حاجة حواليا لا هو كمان يعني سبورت عالي قوي يعني بالنسبه لي يعني. ال- ال- الالعاب بتاعتكم فيها سفر كتير هي كتير. كمان بتسافر كتير وانت بتسافر كتير احنا عكس بعض على طول فده بيعمل ايه بقى في يعني بنتقابل قد ايه مقارنه بالسفر قد ايه يعني انا مثلا انا السنه اللي فاتت لعبه 12 بطوله كل بطوله بتبقوا 10 ايام فلو حسبناها يعني 120 يوم في السنه بلعب بطولات بس أو أكتر من نص السنة أنا مش موجودة وهو بيبقى الوقت اللي أنا موجودة فيه هو عنده بطولة يعني حتى بيد البطولات مثلا أنا بخلص بطولة وراجع بتبقى هي عندها بطولة في نفس الوقت يعني حتى مش لاكي إناف اللي احنا نتقابل في المطار مثلا وهي مسافرة مثلاً ما بيحصلش يعني أول تليفون لما حد فيكو يكسب أو حد فيكو يخسر وده وارد يعني نكسب او نخسر فاكر اول تليفون فاكر لما قلت لك على الذهبيه احنا كل بطوله يعني وهي اشطر مني في الموضوع ده اكتر هي يعني اول ما بتكسب على طول او بتخسر اول حاجه يعني قبل ما تاخد التروفي ولا اي حاجه
بتطلع بره وفيس تايم على طول. احنا عندنا يعني الكونسبت ده، انا نفس الكلام، اول ما اكسب اول ما اخلص لازم على طول قبل ما بنبتدي يعني حتى الناس تجمع او بتدي نخش في الميداليات او اي حاجه لازم بنفيس تايم على طول. لما هي بتخسر بيبقى الموضوع صعب شويه. بتعمل ايه بقى لما بتخسر؟ الموضوع بيبقى صعب شويه. انا يعني شخص مش بيتقبل الخساره بسهوله يعني. هو مثلا من الحاجات اللي هو علمها لي ان اخد الامور ببساطه شويه، يعني الامور ابسط او كده. قلت لها هما يعني لو السيزون فيه 12 بطوله ولو كل بطوله فيها 10 ايام وهي بعد البطوله بتخسر بتقعد 10 ايام زعلانه، أيوة. فاحنا كده السنه خلصت مش انا بالظبط، وانا لما اخسر البطوله اللي بعديها هتبقى مشكله، مش هنعرف نقعد مع بعض، فلازم نعدي عشان ايه. هو علمك ايه؟ اثر على حياتك ازاي؟ اخد الامور ببساطه اكتر، ابقى فلكسبل اكتر. يعني انا شويه، انا اصلا كنت يعني فرنش سيستم، فهم الفرنساويين منضبطين قوي وكل حاجه بمواعيد وكل حاجه بنظام، فانا اتربيت على الاسلوب ده. فهو زياد فلكسبل اكتر، بيفكر يعني بره الصندوق، يعني عنده افكار مختلفه شويه، فخلى يبقى عندي الحته دي سنه. يعني حضرتك انا عايز اقول لك حاجه، بس هي بتتمرن 3 مرات في اليوم. تمام، فهي بتنزل التمرين وبترجع من التمرين وبتروح التمرين. تمام، وانا يعني تمريني بيبقى تمرينه واحده بس هي بتبقى طويله، بتبقى مثلا 5 ساعات او حاجه. فمثلا في ساعات يبقى مثلا عندي اصابه او عندي سفر كتير فما اتمرنتش كتير، وهي بتبقى مثلا بقى لها شهر مثلا البري سيزون اللي فات متمرنه كل يوم 3 تمرينات، فلقيتها جايه قاعده يوم كذا زعلانه، فبقول لها نوران مالك زعلانه بجد؟ ونوران لما بتزعل بتقعد ساكته وما بتتكلمش. انت برج ايه يا بنتي؟ ميزان. لا لا، بتقعد وما بتردش عليا. نوران مالك؟ صمت. نوران مالك؟ طب نوران. فقالت لي، قالت لي انا حاسه ان انا ما اتمرنتش كفايه. قلت لها نعم. قلت لها على كده انا مش رياضي، على كده. قلت لها انا على كده يعني ما دخلتش ملعب لو انت ما تمرنيش كفايه. قلت لها انا في حياتي ما شفتش حد بيتمرن كده. بتصحى من الصبح وترجع تصحيني وتنزل تمرين 3 مرات في اليوم وبلس العلاج الطبيعي، طب او الريكفري، طب ايه؟ قلت لها ان رام حدش بيتمرن كده. قلت لها هي دي حاجه ثانيه برضو. قلت لها انا حاسس يعني انت لازم تبقي عارفه ان انت تتمرني اكتر من الناس كلها، انت لو قعدتي في البيت ونزلتي لعبتي هتكسبي. قلت لها انت عندك مخزون انا يعني اديني منه شويه. هو ده اللي حصل. بيقر عليك. لا والله بيقر عليكي. هو خد من المخزون بتاعي. بتطبخ؟ بتحاول. بس احنا في امريكا انتوا يعني بصي عايزاها تتكلم بقى، تعالي فتحتي الطبق الصح. انا كده مش هتكلم بقيه الحلقه. هي خلاص جاهز. بص يلا يلا يا نوران، حافظاهم اكله وده يدل على حضرتك اللي هم بيتعدوا على الصوابع طالما حافظاهم. هي حافظاهم والله. انا الفقره دي اسكت فيها خالص، هم ينسوا حياتهم. انا شايفه ان اعمل مداخله دلوقتي. بابي يجي يدافع عني دلوقتي. انت قاعده، انتوا عايشين معظم الوقت في امريكا مش كده؟ البيت في امريكا مش في مصر. طيب امريكا سهله بس ها، عدي بقى الاكلات. لا مش سهله خالص. مامي اكيد اديتك. لا مش سهله خالص الوصفات. ده انا لوحدي يعني، لو انا عايشه في مصر هعدي على مامي اخد اكل وارجع. أيوة. وفي تمارين زي ما هو بيقول بتمرن 3 مرات وبغسل غسيل، وبرده الغسيل ده مش عايزين نخش حضرتك. والله الغسيل ده يعني بتدوس على الواشر كده وبعد كده بتدوس على الدراير كده بس كده، يعني هو ده الموضوع كله. هو دوستين هو ده الغسيل اللي هي بتغسله. مره قالت لي على فكره انا بطبخ وبغسل وبتاع وانا تعبت قوي. قلت لها نوران تعبتي ايه؟ نوران انت تعبتي، احنا اخر مره اكلنا من البيت كان الاسبوع اللي فات. طب بتطبخ؟ لا والله عملت مكرونه بشاميل. عملت الحمد لله. ايه ما حصلش؟ وعزمت لي ناس في البيت. حصل. ما انا فرحت بقى الناس كلها على المكرونه. لقيت مكرونه بشاميل في البيت فقلت اكيد اكيد الناس تاكل معانا. لقيت فراخ بالبطاطس. طب وفي كاتا. ما قلت حاجه لو هتقطعهم كلهم والله. بلاش الملوخيه. بلاش الملوخيه. بلاش الملوخيه. طلعت ايه يا زياد؟ لا في مره اتكلم على اول مرتين. حضرتك انا بقول لها يعني جبت لها ملوخيه اللي هي الجاهزه دي. قلت لها نوران هناكل ملوخيه صح؟ أوكي. سهله يعني. قالت لي تفتح لي كده توريني شكلها عامل ازاي؟ قلت لها ايه ده، تتعرفي عليها؟ هي مش عارفه شكل الملوخيه عامل ازاي؟ مشكله اصحابي حتى مش مصدقين ان انا يعني، هما بالنسبه لهم معاملتي مع المطبخ هو بس بخش اجيب كوبايه ميه واخرج يعني. هما بالنسبه لهم اللي انا بطبخ شوربه يا لينا. لا شوربه يا لينا. شوربه يا لينا. لا والله بس انت خليت سمعتي وحشه. لا لا والله لا بس هي بتحاول والله. لا هي بتحاول الحاجات الباميه والحاجات دي يعني اكل مصري مش قوي. مش قوي بس في الحاجات الثانيه يعني باستا وكده يعني عدي الليله. لا لا والله بعمل. هي بتحاول والله. هي بتحاول و
كل فترة الموضوع بيتحسن الحمد لله. وهي يعني لما تحط حاجة في دماغها بتعملها يعني. لا لا اعترف اهو. لا دي حقيقة، دي حقيقة. هو بقى طب انا اقول لحضرتك حاجة بس مش هنكملها، يا كمارك هتولع في البيت كله. يعني حابة تعمل ستيك والله العظيم، والالارم ضرب والجيران طلعوا والمطافي جت. زيادة احنا على الهواء يا حبيبي، مفيش مشكلة انتوا معانا في البيت، مفيش مشكلة. فبقول لها نوران طب يعني طب ما شغلتيش الشفاط ليه؟ قالت لي بيصدعني. قلت لها طيب حلو قوي، حلو قوي خلاص. بطلت العالم، خلي بالك. ايوه تاخد بالك منها وخلي بالك. هو بيساعد في البيت؟ لا لا الصراحة بيعمل ايه؟ لا يعني مثلا زياده انا تعبانه النهارده، نعمل مواعين. اوكي هعمل مواعين. يعني ساعد. ما هو دي ميزه بقى الواحد يتجوز حد كان عايش لوحده، فان هو يبقى مش متدلع يعني. فهو لا بيساعد. وصراحه انا يعني انا لما بقى عندي بطولات ولا حاجه ما انا بسيبه، فهو بيقعد يعمل حاجته لنفسه وكده. فلا هو متفهم. كويس. كويس. طيب وما بين السكواش في السكواش بقى والسلاح ده ما بتخافيش منه؟ ما ده لا ده مره عمل لي حاجه لذيذه. هو برضو عندي مشكله معاه ان بدله السلاح دي هي طبعا هما بيلبسوا 50 حاجه يعني. احنا عندنا الشورت ولا التي شيرت وخلاص، هما بيلبسوا 50 حاجه وبدله. طول عمري بقول لمامتي كان نفسي العب سباحه. هو المايو ومش يعني مش هاخده في الشنطه، هلبسه وانا رايح. فهو عنده حاجات كتير قوي قوي قوي، بيجي طبعا عرق رهيب. ففي مره بعدي من جنب السفره لقيته منشر لي البدله على السفره، فطبعا هستيريا. قلت له زياده احنا مش بننشر الحاجه على السفره كده خالص يا حبيبي. بنشر فين؟ طب حطها فين؟ لا وراح عامل ما هو بره تلج، ما هو جو تلج كمان. لا بره تلج، احنا في الشتاء تلج. هحطها فين؟ هحطها بره هتتبلى اكتر. اعمل ايه طيب؟ لا وبعدين هم بيكسبوا بياخدوا كاس، او يعني في بطولات بياخدوا فيها ميداليات وكده، بس في بطولات بياخدوا زي سيف رمز كده يعني سيوف كده وبتاع. رأيته راح عامل لي ديكا حلو قوي في البيت، وراح حاطط لي السيوف جنب السفره كده، بيقول لي بدل التابلوهات. قلت له ايه يا حبيبي ده انت جاي تحارب؟ حطهم فين طيب؟ قال لي دول انت مش عارفه. قلت له مضارب الاسكواش برده. ما هو حاجه حتى الكاسس بتاعها، الكاس الكؤوس اللي اتاخدها، الكؤوس ما انا احط التروفيز بتاعتي السيوف احطها فين؟ احنا بقى هنزنق ما بين احنا عايزين ايه بقى؟ ما فيش نيش عندهم في امريكا، فيش نيش. ما دي حقيقه. هنزلنا التروفي. طب وهذه قصه حياه زياد السيسي ونوران جوهر، مين بيغسل مين بيطبخ مين بيلعب. ولكن احنا معانا بطلين، خلونا نتعرف بقى على انجازات. نبتدي بالست لو سمحت. طبعا بعد اذنك يعني. طبعا اللي هو الزوج صحيح، ولكن برضو النساء اولا. نبتدي بانجازات نوران جوهر بطلة العالم في الاسكواش. نوران يعني بطلة العالم المصنفة الأولى عالميا، نفسك يعني نفسك توصلي فين؟ أنا كان سنة أنا وصلت رقم واحد على العالم من سنتين جولاي 2020 طبعا، بعدين نزلت تاني بتصنيف رقم اتنين. فكان الهدف قبل الموسم اللي فات قبل ما أخش لأنا أرجع تاني أتصدر التصنيف يعني. بس كان أهم حاجة إحنا عندنا التصنيف ده بيبقى على حسب طول السنة أنت عملت إيه، مش تكسب بطولة أو اتنين يعني. إحنا لازم بنلعب 12 بطولة في السنة، بناخد بوينتس من بوينتس بالظبط. وكل ما يعني عشان تبقى رقم واحد على العالم لازم تبقى أنت أكتر واحد بتكسب بطولات. فكان أنا بالنسبة لي بفكر فيها أنا نفسي أبقى رقم واحد على العالم، بس أنا عايز أكسب كل البطولات على قد ما أقدر يعني. والسنة دي الحمد لله يعني كانت سنة حلوة جدا ان انا وصلت 12 فاينل، فمش هتحصل خالص دي يعني. يوجلي في بطولة او اتنين بتقع من الواحد، بس انا الحمد لله كنت consistent enough ان انا كل البطولات اوصل فيهم فاينل وكسبت منهم 8. فده برضو يعني percentage صعب قوي ان حد يوصل لها.
نفسي اعمل ايه؟ كان انا هدفي ان انا اكسب كل البطولات اللي بتتلعب في السكواش عامه يعني. فانا فاضل لي يعني اهم بطوله اللي هي بطوله العالم، وصلت فيها فاينل مرتين، ما قدرتش للاسف يعني اكسبهم. فنفسي ان شاء الله يعني قبل ما اخلص كارير بتاعي بتاع السكواش اللي انا يعني اكسب بطوله العالم وانا رقم واحد ان شاء الله. يعني غير يعني مين اطول حد قعد على بطل العالم، يفضل بطل العالم في السكواش؟ احنا في البنات كان في نيكول ديفيد، قعدت 9 سنين رقم واحد على العالم وكسبت بطوله العالم 8 مرات. هي اكشلي اسطوره يعني، وكنت حاجه يعني مضحكه شويه لان انا كان البوسترز بتاعتها متعلقه عندي في الاوضه يعني. هي بالنسبه لي هي المثل الاعلى بالنسبه لي، ومن اكتر الحاجات او من اعز الماتشات على قلبي لما كسبتها اكشلي يعني. انا كسبت اللي هي مثلي الأعلى في مرة من المرات وقبل ما هي تبطل يعني. فأنا نفسي أبقى بس نص اللي نيكول ديفيد عملته يعني. وطبعا السكواش احنا بقينا مسيطرين عليه مصريا، فبتلعبي قدام نور الشربيني، بتلعبي مع ناس كتير، بيبقى أسخف لما طبعاً تلعبي مع قدام مصرية. طبعا نفسيا وكل حاجة يعني. ان لما بنلعب في مصر طبعا التشجيع، لما بنبقى حد مصري بيلعب يعني ضد حد اجنبي، انت داخل انت عارف 50% اللي انت كسبان الماتش من كتر التشجيع المصري رهيب، وبيدينا دافع فظيع في كل مكان. لا 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 فظيع. والناس حتى بره مصر بتبص على لعيبه السكواش المصريه بطريقه فظيعه يعني، اوف ده مصري يعني. احنا فعلا في السكواش بره مصر يعني في امريكا ولا حاجه، حتى زياد شايف كنت بلعب بطوله في جراند سنترال ستيشن في نيويورك، بطولة حلوة جدا، بيحطوا الملعب الإزاز في نص المحطة، يعني كمية ناس بتعدي طبعا كل يوم، صور المصريين محطوطة، هو الناس بتيجي مخصوص من كل حتة في أمريكا عشان بس ييجوا يتفرجوا على لعيب مصري بيلعب، وذر أنا علي فرج يعني. فعلا اللعيب المصري في السكواش قيمة كبيرة جدا يعني. نشوف بقى زياد السيسي نجم سلاح الشيش بطل البحر السيف سيف السيف عشان ما تلخبط، بطل البحر المتوسط، بطل افريقيا، واحد من اهم 16 لاعب في العالم في سلاح السيف. كانت صوره اوت دورز موجوده في الشوارع في امريكا. لعبت ايه في الجامعات الامريكيه؟ في الجامعات الامريكيه، بطل الجامعات الامريكيه كمان يعني، الحقيقه هو بطل ايضا. فخلونا نشوف هذه المعلومات عن زياد السيسي. زياد لما بتبص على كل الحاجات اللي انت عملتها، انتوا صغيرين، ممكن تقولوا لي عندك كم سنه؟ انت عندك كم سنه؟ 27 24 لا لسه اطفال يا جماعه، انتوا صغيرين قوي. زياد نفسك توصل لفين برضو في الرياضه دي؟ ايه الطموح؟ اللي انا احقق حلم والدي الله يرحمه بميداليه اولمبيه ان شاء الله. والدك الله يرحمه كان نفسه في ميداليه اولمبيه. ده كان حلمنا واحنا صغيرين، وده اللي خلاني اصلا اكمل في لعبه السلاح. اللي هو بعد لما توفى كان من هو صغير يعني، كان نفسه اللي انا كنت بلعب باسكت. انا طول عمري كان نفسي ابقى زيه، هو كان لعيب باسكت جامد قوي، واخويا برده كان لعيب باسكت منتخب، فطول عمري كنت بلعب باسكت وكان نفسي ابقى زيهم. بس بعد كده مامتي حاولت، بتحب اللعب الفرديه اكتر، فعشان كده دخلتني سكواش الاول وكذا لعبه، بعد كده قررت تلعبني سلاح. فبابايا هو اللي اقنعني ان انا اكمل سلاح يعني، عشان ارضي مامتي يعني، مش عشان حاجه، عشان ارضي مامتي كده، عشان البيت يمشي كده ما يبقاش في مشاكل يعني. شفت ترضي مامتك لازم ترضي مامان على طول. ده درس هو بدا يتعلم درس البابا.
فبس فهو اقنعني اللي هو يعني السلاح ده الفيتنس بتاعه عالي جدا، فانا لو لعبت سلاح كويس هبقى كويس في الباسكت. فكنت بروح تمرين السلاح اركز جدا ان انا اتمرن جامد عشان ابقى كويس في الباسكت، وفعلا كنت بتمرنه جامد، كنت اعمل فوتورك جامد قوي، فابتديت جامب يعلى وابتديت ابقى سريع، فكنت مبسوط لحد ما ابتديت العب. دخلوني بطوله جمهوريه، كابتن جمال عبد اللطيف كان مدربي في الاول، ولحد دلوقتي مدرب منتخب مصر مع كابتن شريف البكري، هو اللي اصر ان انا انزل بطولات، فنزلت بطولات ابتديت احقق، ابتديت دخلت المنتخب. فبطلت باسكت يعني قررت ان انا هركز في السلاح بعد لما تاهلت اولمبياد الناشئين سنغافوره 2010. بس بعد كده بقى كملت في الباسكت، كملت في السلاح، وبعد كده والدي توفى وكنا على طول بنتفرج على الاولمبيكس، وكان كنت بحس بفرحه بابايا ومامتي لما كنت بكسب في السلاح. يعني هو ده السبب الوحيد اللي خلاني اكمل والله، كانوا بيتفرجوا عليا لما كنت بكسب، كنت بحس ان هم مبسوطين، فده سبب من الاسباب اللي خلتني اكمل. بس عشان كده كملت في السلاح. ونفسك في ميداليه اولمبيه، واحنا نفسنا في ميداليه اولمبيه ان شاء الله باذن الله. طبعا السكواش مش موجود في الاولمبيكس، فانت بتجهز نفسك لاولمبيكس 24 في باريس باذن الله. احنا عايزين منك يعني مجهود كبير، وعد ان انت تجيب لنا ميداليه اولمبيه، لانه دي اول ذهبيه في البحرين ان شاء الله في السلاح. عشان بتلعبوا العاب مختلفه، ما فيش غيره رياضيه من بعض؟ لا لا خالص. انا بفرح لما بيت تكسب اكتر ما انا بكسب والله. انا لما هو كسب انا عيطت اصلا من كتر، يعني عمري ما كسبت وعيطت يعني. انا ببقى قلقان جدا لان هي بتلعب اكتر ما انا بلعب، يعني انا وانا بتفرج على ماتشاتها ببقى فعلا ستريسد، يعني اللي هو يا رب. انا بس عايزه اقول لك، انا معايا اتصال مع وزاره الثقافه في قضيه اخرى، بس انا عايزه اقول لك انها هي احنا كان المفروض تقولي الاسبوع اللي فات، بس هي قالت لي ايه، هو زياد اصلا عنده بطوله، وكانت بطوله العالم بالزبط. وانا لازم اكون موجوده ولازم ابقى جنبه في كل لحظه، فخلينا نعدي الايام اللي فيها البطوله بتاعت زياد عشان اكون انا مش هبقى قادره اركز في القصه دي. قصه مهمه. طب معلش هتبقوا معي قليلا في قضيه البروتوكول التعاون بين وزاره الثقافه والمتحده. انا معي السيده وزيره الثقافه دكتوره ايناس عبد الدايم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذه لميس. اهلا بيكي. انا معايا نجوم أهلا. رياضه، لكن نتحدث ايضا عن الثقافه، وقولي لي ايه اهميه فكره انه نرجع تاني مسرح الدوله يكون على التلفزيون، نرجع تاني حفلات الاوبرا تبقى موجوده على التلفزيون، اهميه ده واهميه البروتوكول ده ايه يا سياده الوزير؟ الحقيقه انا بس عايزه اقول لحضرتك انا سعيده جدا بالبروتوكول ده، لان طبعا ده بياكد لنا جميعا اهتمام الدوله باهميه وقيمه الثقافه والفنون ودورهم. الحقيقه البروتوكول ده هيساعدنا احنا كوزاره بصوره كبيره جدا انها تحقق استراتيجيه الدوله لتحقيق العداله الثقافيه، لان احنا من خلال منصات وقنوات الشركه المتحده هيكون في انتشار واسع طبعا، لان طبعا في نسب مشاهده عاليه. لكن احنا بالفعل موجودين في محافظات مصر بانشطه وفعاليات واحداث كتيره جدا، لكن مع البروتوكول ده هنقدر ان احنا نوصل الحقيقه لفئات كتيره جدا من الشعب داخل مصر وخارجها. ده هيتيح لنا اولا طبعا ان تصوير العروض المسرحيه للدوله وحفظها وعرضها، حفلات دار الاوبرا المصريه، انشطه وزاره الثقافه في المحافظات. احنا طبعا يعني يمكن في شغل كبير بيحدث في محافظات مصر، لكن وجود هذا البروتوكول معانا الحقيقه هيساعد ودعم بشكل كبير جدا. فاسمحي لي اوجه لهم الشكر على عقد هذا البروتوكول في الوقت الحقيقي المناسب جدا. طبعا من خلال هذا البروتوكول هيساعدنا جميعا ايضا ان احنا نعمل جميعا على المبادره المهمه جدا لاكتشاف المواهب. وطبعا في كتير يعني في نقط من خلال البروتوكول الحقيقه الشركه المتحده عرضت هذه المبادره ان هي هتتبنى هذه المواهب كمان، وانهم هيستعينوا بهم في اعمالهم الفنيه. بالنسبه لمسرح الدوله، وانا كنت بقول لما عرضت هذا البروتوكول انه احنا واحنا صغيرين دايما كنا بنتفرج على المسرح على التلفزيون، يعني طبعًا. صحيح المسرح مهم ان احنا نروح ونكون موجودين، لكن ايضا المسرح يعني يحفظه التلفزيون، هي دي الحقيقه.
بالظبط يا استاذه لميس، للاسف في مرحله فقدنا فيها حفظ هذا التاريخ للاسف الشديد. احنا دلوقتي مع هذا البروتوكول بنستعيد تاني قوتنا يعني في هذا المجال، لان ذاكره المسرح عندنا هنلاقيها لمرحله معينه وبعد كده فقدت تماما. فهذا البروتوكول بيتيح اولا حفظ هذه الذاكره، ثانيا عرضها والحفاظ عليها، ده مهم جدا جدا. زائد طبعا الانتشار، لان يعني كل ما بتقوم اللي بتقوم بيه وزاره الثقافه على مستوى الجمهوريه، لكن محتاجه دعم كبير جدا، وهذا الدعم الحمد لله مع هذا البروتوكول اعتقد انه هيساعد بشكل كبير جدا. بشكرك شكرا جزيلا سيدة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم. معي أيضا مهندس حسام صالح رئيس تنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. يعني ثقافيا سمعنا وجهة نظر وزيرة الثقافة، ماذا بالنسبة لنا كالمتحدة، ماذا يعني هذا البروتوكول مهندس حسام؟ باشمهندس حسام، طيب هنحاول نوصل له مرة أخرى. مرة تانية، هذا البروتوكول بيتضمن العرض التلفزيوني لمسرحيات الدولة والحفلات والفعاليات اللي بتنظمها دار الأوبرا، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة، بحيث أن ده كله يعرض على شاشات المتحدة. وزي ما قلت لكم المخرج محمد فاضل هيقوم بعرض أو يعني يشرف فنيا على النقل التلفزيوني. معانا البشمهندس حسام يا جماعة؟ طيب باشمهندس حسام صالح رئيس تنفيذي لعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سامعني يا فندم؟ سامعك يا استاذ رامي. اهلا بيك، كنت بتكلم مع السيدة وزيرة الثقافة وفهمنا أهمية هذا البروتوكول بالنسبة ثقافيا، بالنسبة للمسرح، بالنسبة لأنشطة وزارة الثقافة الأوبرا، ماذا يعني بالنسبة لنا في المتحدة؟ بالنسبة لنا في المتحدة طبعا أنا بشكر معالي وزيرة الثقافة على انها حطت كل هذا المجهود في هذا البروتوكول، وبشكر قيادات الشركة المتحدة برئاسة الأستاذ حسن عبد الله على ان احنا نوصل لهذه الصيغة النهاردة. خليني اقول لحضرتك ان احنا البروتوكول ده بيتيح محتوى ثقافي محترم وكبير وما كانش موجود على الشاشات، وزي ما قالت معالي الوزيرة محتاج ان هو كان يطلع لقطاع اكبر من الناس. فانا دايما بقول ان مثلا المسرحيات الجميله اللي انا يعني انا جالي الحظ ان انا حضرت بعض هذه المسرحيات في المسرح، المسرحيه دي بيحضرها 400 واحد في الليله او 600 او 1000 في 20 ليله ب 20,000. انا النهارده مسرحيه لما تتعرض على التلفزيون في المرة الواحدة أنا متأكد إن أنا بيشاهدها بضعة ملايين، زي زمان زي ما كنا دايما بنشوف المسرح زمان، المسرح بالضبط. الدولة كله احنا شفنا سميح أيوب وشفنا محمود ياسين وشفنا فايز حلاوة وشفنا احنا عرفناهم يا استاذة لميس، عرفناهم في التلفزيون، عرفناهم في التلفزيون، مظبوط مظبوط. فاحنا فالنهارده انا مش بس بقى اتيح ده، احنا المحتوى الثقافي المحترم جدا اللي موجود عند وزارة الثقافة وهو محتوى ثري جدا، هذا المحتوى انا بنقله لكافه محافظات مصر. انا النهارده لما يكون في حفله لفرقه عالميه موجوده في الاوبرا وبيحضرها 2000 واحد في الاوبرا، الحفله دي لما تكون منقوله على التلفزيون هيشوفها اهلنا في الوادي الجديد واهلنا في الاقصر واسوان واهلنا في البحر الاحمر واهلنا في شمال مصر، كل المحتوى ده هيبقى محتوى كبير ومحتوى تقيل الناس هتقدر انها تستمتع بيه. برضه هرجع وافكر حضرتك بحاجه، ان المشاهد المصري هو مشاهد دائما ذواقه. المشاهد المصري عمره ما بيجيله محتوى مش تمام وبيشجعه. صحيح. فالمحتوى الجيد والممتاز اللي موجود في وزارة الثقافة لما هيتعرض على المواطن، المواطن زي ما بيقولوا بالبلدي هيشبط فيه ويروح المسرح. يعني احنا بنعمل عملية تشجيع مستمرة لهذا المحتوى. طب من امتى يبدأ تفعيل البروتوكول ده مهندس حسام؟ الجداول بتاعت وزارة الثقافة مع جداول الجماعة بتوع التصوير بتتحط دلوقتي، بتحط الجداول الحاجات اللي المفروض انها
تتصور، لان وزاره الثقافه الحقيقه عندها حاجات كتير قوي، عندها جدول واسع جدا. ده حقيقي. برضه عايز ادي لحضرتك حاجه مهمه، وزاره الثقافه عندها قصور ثقافه موجوده في كافه محافظات مصر. طبعا طبعا اقدر اعمل عليها مسابقات، المسابقات دي مسابقات برعايه وزاره الثقافه، يطلع منها مواهب اقدر اكونكت واجمع هذه المواهب كلها مع بعضها واطلع بيها على الشاشه، فما يبقاش الشخص اللي موجود في محافظه مش قريبه من القاهره الكبرى شايف ان هو مش ممكن هيطلع في التلفزيون بموهبته دي. صحيح. لا، النهارده بقى يقدر، لان احنا زي ما حضرتك عارفه في مختلف المناحي في المتحده احنا مهتمين جدا بالمواهب الجديده، مهتمين جدا بالشباب رواد الاعمال، مهتمين جدا بهذه الفئه وما يهمها من محتوى محترم. فالنهارده المحتوى الثقافي محتوى محترم، حضرتك عندك فيه في مجموعه قنوات اون في برنامج رياضي لرعايه الموهوبين ولاظهار مهاراتهم جاي جديد، برنامج حضرتك بتقدميه لرياده الاعمال، برنامج اخر للمواهب الفنيه، برنامج التوم، عندنا برامج كتيره موجوده نقدر ان احنا نكابيتالايز عليها او نحط كل المجهود وراها. نعم. ونقدر نحصل منها على محتوى محترم يساعد كل هؤلاء الشباب في ان هم ينهضوا، وفي نفس الوقت نقدر نوفر المحتوى المناسب والملائم للاسره المصريه. شكرا باشمهندس حسام صالح، رئيس تنفيذي العمليات بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. معلش احنا دايما عندنا اخبار يعني جوه الفقرات. عايزاكي تقولي رساله لاسرتك. اه طبعا. ان هي الاسره اللي وقفت يعني وراكي لحد ما وصلتي الى هذا. مش عارفه ابدا منين ولا فين يعني، بس اكيد اول اتنين باباي ومامتي. يعني باباي هو اصلا السبب اللي انا بدات العب سكواش. انا كان نفسي بس ابقى، هو كان بيحب السكواش بس كان بيلعب هوايه مع اصحابه وكده، فانا كنت نفسي بس ابقى معاه في الملعب، فده اللي خلاني ابدا العب سكواش. مامتي وخالي هي اصلا هم ابطال تنس طاوله، الشريف ساكت وليلى ساكت، ف اكبر دعم يعني دعمهولي بالذات على طول. على فكره بيبعت لي لا خالد بيبعت لي طول الوقت اول ما تكسبي اي مباراه. لا اونكل خالد بقى يعني على طول موجود قبل بابايا يعني. اونكل خالد خلاني دلوقتي موجودين قبل اهلي يعني، اهلي تعبوا شويه فخلاني هم دلوقتي خالد الساكت وشريف الساكت. اكيد احلى حاجه في الجواز ايه؟ احلى حاجه في الجواز لما نبقى متفاهمين. متهيألي ده احلى. لا والله يبقى في شخص بيدعمك على طول وعلى طول شايفك كويس حتى لما بتغلط وكده، دي بحسها احسن حاجه. بتتخانقوا؟ يعني زي اتنين اكيد. على ايه بقى؟ هو حاجات تافهه والله، حاجات تافهه يعني، كل حاجه تافهه. بعد ما بنتخانق اللي هو احنا ايه، هو ايه اللي حصل؟ بس انا بنتخانقوا على ايه؟ بس انا الميزه الصراحه هو قلبه طيب، فانا يعني ممكن اعمل مشكله كبيره قوي وبعدين اروح اقول له خلاص يا زياد وكده وصلها خلاص. انا باخد وقت شويه. مين بيصالح التاني؟ هي. هي بتيجي اكتر، هي بتصالحني اكتر يعني. هي بتبقى عارفه يعني ممكن تضايقني، بعد كده بتيجي بكلمه. انا ساعات بضايق منها عشان انا ببقى متضايق جدا ومتعصب بقى وعايز اتكلم وكده، فهي تيجي بكلمه واحده تخلص الموضوع كله، فانا بصالحها، فانا ببقى متضايق من نفسي انا صالحتها. اللي هو انا ليه صالحتك؟ انا بتضحكي عليا على فكره. بتضحكي عليا، انا ما حدش اتضايق. دي شطاره الست بقى. بالظبط. بس انا باخد حقي يعني. اكيد. كويس. بيجيب هدايا؟ لا لا، ده هو اشطر واحد في الحته دي. هو عشان كده على طول ساكته، ما اقدرش اقول حاجه. لا رشوه ولو زعلانه تشوكلتس لازم. لا هو مثلا هو راجع من السفر او حاجه الاقيه جايب لي تشوكلتس كتير قوي، فاروح ابص له اقول له زياد هو انت ناوي تزعلني قريب ولا؟ انا بخزن عشان لما تزعل اطلع على طول. معجبات بقى؟ ايه ده؟ معجبات؟ لا لا، هو بصراحه شاب جميل وسيم. ليه بس كده؟ ما بقولوش كده، ما بقولوش كده. لا برضه، لا برضه. طب ما انا برضه جميله وسيمه. دي قهر. ما انا هساله برضه، هساله. معجبات بقى بتغيري؟ مفيش ست ما بتغيرش. لا لا والله، بس هو زياد صراحه محترم يعني. انت بتغير؟ لا انا بغير عليها طبعا، بس مش ببقى مركز عشان انا ببقى عارف هي I trust her. يعني انا يعني بثق فيها قوي وبحب طريقتها يعني. هي بتعرف تبقى لذيذه وفي نفس الوقت اللي هي
بتعملش حاجه غلط وما بتضايقش اللي قدامها فانا بحب اتفرج عليها وهي بتتصرف. يعني لما بيحصل مشاكل هي مره كانت بتخانق مع حد يعني فبتقول لي زياده انت ايه رايك؟ قلت لها لا انا عايز اتفرج انا يعني الله يكون في عونه يعني هو الله يكون في عونه بجد هتاخد حقها بكل ادب بكل ادب ومش هتغلط. انا ببقى مستني اسمع ممكن تقول حاجه غلط هي بجد ما بتغلطش هي بجد عارفه تتكلم كويس جدا وما تغلطش وتخلص الموضوع ولا كانها عملت حاجه واللي قدامها ما يعرفش يرد. برافو اصل انا بتحط في الموقف ده كتير. اخر حاجه رساله بقى لاهلك لاسرتك. بجد بشكرهم جدا بشكرهم على كل الدعم هم كل حاجه هم كل حاجه هم احلى حاجه وهم كل حاجه ومن غيرهم انا ولا حاجه وبجد نفسي افرحهم وده اكتر زي ما قلت ده السبب اللي انا بلعب عشان ابسطهم وابسط كل الناس اللي فعلا بتشجعنا وفعلا بتحبنا وبس وحقق حلم والدي الله يرحمه ان شاء الله في الاولمبيكس باذن الله وتحققوا انتوا الاثنين احلامنا لان احنا عندنا امل فيكم كبير جدا انكم دايما تكونوا على القمه ودايما بطولات ويا رب كل السعاده ويعني كل السعاده والهنا والاطمئنان ليكم انتوا الاثنين نوران جوهر وزياد السيسي نجمين يعني نتمنى لهم كل السعاده بين بقى الرياضه والزواج والحياه هي دي القصه كلها تشابكات. نخرج فاصل وبعد الفاصل النجم اكرم حسني ماذا حدث لاغنيه للي للكينج محمد منير فيا ترى ايه قصتها بالظبط هيحكيها لنا اكرم حسني بعد الفاصل.